أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تحري دخول الشهر خاص في رمضان فقط؟ نعم، هذا الذي وردت به السنة في صوم الفرض. تحري الهلال إنما هو في صوم الفرض، ولم يرد تحري الهلال في صوم عاشوراء، إنما يصوم الإنسان بالتحري والاجتهاد. نعم، ولو أخطأ ما يترتب على خطأ شيء وهو مأجور. نعم.